صباح سعيد، مرحبا مرة أخرى بمتابعي قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سنمر في هذا النقاش الصباحي. شنو رأيكم في الناس اللي صوتوا لهم؟ واش غادي يكونوا عند حسن الظن ديالنا وديالكم؟ شنو رأيكم في الحكومة الجديدة اللي غتشكل برئاسة قائد التجمع الوطني للأحرار عبد العزيز أخنوش الذي تقلد مهمة رئاسة الحكومة بعد تحليفه طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة وكذلك بتولي رئاسة الحكومة فسح الانتخابات وعدد المقاعد ب 102 ديال المقاعد. فهنيئا لحزب التجمع الوطني للاحرار وكذلك لباقي الاحزاب الاخرى التي نالت نصيبها من هذه الانتخابات المباشر. ما هي انتظارات الساكنه بعد ما صوتوا على الناس اللي كتبعوا؟ ما هي انتظارات كل واحد في المملكه المغربيه؟ واش هذه الحكومة قادرة على استرجاع ثقة المواطنين والمواطنات بعد نكسة العدالة والتنمية والحكومة السابقة التي لم يرضى عنها أي شخص في المملكة المغربية وكذلك استقالة جماعية للحكومة دائما ومباشرة في المباشر من مدينة سنمر. كما قلنا شنو هي انتظاراتكم؟ السؤال الثاني، ما هو البرنامج الحكومي لهذه الولاية؟ هل سيطبق كل الوعود أو كل البرامج اللي تعطات؟ دائما على المباشر من مدينة سنمر من أجل إعطائكم صورة جميلة وكل ما يتعلق بالتحالفات اللي غتكون في جماعة سنمر. واش غتكون تحالفات ضد الفساد وضد التهميش أم ستكون تحالفات مع المصلحة الخاصة وليست المصلحة العامة؟ نتمنى أن تكون هذه التحالفات لها مصلحة عامة كتسير الشأن المحلي على أحسن ما يرام. دائما متابعي الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والحي من قلب مدينة سنمر. متابعينا الكرام، مباشرة من مدينة سنمر. Thank you.
ثم تناقش معكم في هذا الصباح الباكر كل ما يتعلق بالمر. الانتخابات البرلمانية والجهوية والجماعية، ما هي انتظارات الساكن؟ نحن مباشرة من قلب مدينة سيدي بنور، من قلب الأحياء المدينة، قلب عاصمة دوكالا، في هذا النقاش الصباحي. ما هي انتظاراتكم للحكومة المقبلة؟ أي حكومة ستكون تنقل على ديالها؟ وجد حكومة قادرة باش تحقق المطالب ديال الساكنة ديال المغاربة؟ هذا ما نتمناه إن شاء الله. متابعينا الكرام ومحبي قناة شوف تي في، قناة الشعب، مباشرة من عاصمة دوكالا، العاصمة الفلاحية. عبر شوارع المدينة لأتمنى إن شاء الله المدينة في عمل الخير والنماء، خصوصا في ظل انتخاب أعضاء مجلس جماعي شاب والنخب السياسية الجديدة على غرار باقي المكاتب السابقة التي عرفت الناس كبار في السن. وعلى المباشرة من قناة شبتي قناة الشعب، نحبكم ونقدر مجهوداتكم وثقتكم التي تضعون دائما في قلب الحدث، ودائما سنكون عند حسن ظنكم جميعا. من هنا من قناة شبتي في مدينة سيدي بنور، نتمنى لكم هذه الأجواء الرائعة والأجواء الجميلة. لن يبقى لي سوى أن نستودعكم الله وإلى